الفرور الفرور يريدون الطعن في الكتاب، يريدون الطعن في السنة، يريدون دينكم، لا يريدون الصحابة، يريدون الدين الذي نقله الصحابة رضي الله. إن موقفنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط لأشخاصهم، وإن كنا نقف معهم لأشخاصهم، وإنما لهذا الدين الذي نقله. فإن في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعن في القرآن ورد له، وإن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعن في السنة ورد لها. يعني هو سيد قطب الذي أعرفه طبعا كان عنده بعض الأفكار اللي هي ردات الفعل هذه اللي هي قضية التكفير وما التكفير وكذا، يعني توسع فيها جدا بسبب الحماس الذي يعني حمله على هذا الكلام. وأيضا تكلم على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكلم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخطأ في حق عثمان في كتابه العدالة الاجتماعية وغيره. فهو يعني لا يصنف في صف العلماء، لا يقال عالم، يقال أديب مسلم 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 مسلم. هو بغض النظر عن الشيعة والسنة، احنا عندنا قاعدة، من قال إن القرآن محرف فهو كافر، انتهينا. من قال في عرض عائشة، احنا نتكلم عن عرض عائشة، نتكلم عن عرض الرسول اللهم صل وسلم عليه، فمن تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر، من عبد غير الله فهو كافر. هذه قاعدة بغض النظر عن من قالها. أما بالنسبة لداعش فلا شك أنهم يعني على خطر عظيم وانحراف، لكن ما نصل إلى التكفير، لكن ما نصل إلى التكفير، لكن ما نصل إلى التكفير. الفرور الفرور.